عاوز اقول لك ان امير مرتضى منصور ليه تفكير معين، وامير مرتضى منصور ليه الاستراتيجيه معينه، ولكن انا حاولت اسال هل امير هيقدم استقالته ولا لا. برضو يعني اللي انا عارفه ان امير عاوز يمشي، دي معلومة، امير مرتضى عاوز يمشي، ولكن مين اللي ماسك في امير مش عاوزه يمشي؟ مستشار مرتضى منصور. امير عاوز يمشي والمستشار متمسك بيه. هنشوف هل سينجح امير في لن اعيش في جلباب ابي ويقدم استقالته، يعني انا قلتها امبارح على الاقل لنهاية الموسم، نجرب لنهاية الموسم، والله الكيمياء مشيت خلاص يبقى التغيير كان مطلوب، والله الدنيا هي خلاص يرجع. ولكن انا شايف ان امير وجوده في المرحلة دي مش هيكون حاجة كويسة للزمالك. اتمنى ان هو يعني يقدم استقالته ويبعد الفترة دي ويسيب اي حد تاني ياخد الفرصة. فامير اللي انا عرفته النهاردة من الزمالك ان امير بيفكر في مدرب اجنبي، وتحديدا يعني بدأ يدرس اكتر من سي في للمدرسة الفرنسية، المدرسة الفرنسية تحديدا. امير مرتضى عاوز مدرب ينتمي للمدرسة الفرنسية، وكل الكلام اللي طالع بيقولك كارتيرون مش عارف اللي هو كان بتاع بيراميدز تاكيش جونياس، كل الكلام ده غلط. هو موسيماني، ولكن موسيماني مش هيجي السنه دي، موسيماني السنه الجايه لو هيجي، لان موسيماني لو صعد باهلي جده السعودي، لو صعد الممتاز هياخد 10 مليون دولار. فموسيماني وانت مغمض كده، وانت مغمض، مستحيل يجي السنه دي يدرب الزمالك، مستحيل موسيماني يجي السنه دي يدرب الزمالك. لو هيجي من الموسم الجديد عشان ياخد العشرة مليون دولار بتوع الاهلي السعودي. ولكن امير عاوز يجيب مدرب اجنبي من دلوقتي، يقولك يحفظ الفرقة، يشتغل مع الفرقة عشان الموسم الجديد يبقى حفظ اللعيبة وحفظ الاجواء وحفظ. استاذنكم نعلي رتم اللايك والشير بعد اذنكم يعني، اللي حابب اللي مش حابب خلاص. فامير عاوز مدرب اجنبي من دلوقتي، وانا شايف ان مدرب اجنبي هتديله دولارات والموسم خلص. احنا مش يعني ده احنا بنقول يا حته دارينا، ولسه جاي لكم للدولارات دلوقتي. فيعني اعتقد ان احنا نوفر الدولارات، الموسم خلص، كابتن خالد جلال والمساعد بتاعه الكابتن نبيل محمود يمسكوا، ومعاهم حسين ياسر المحمدي، ممكن تجيب مدير كوره واحد زي محمد صبري، واحد زي عبد الحليم علي، واحد زي الكابتن اسماعيل يوسف، وتدي له صلاحيات بقى واسعه. ولكن امير مصمم على مدرب اجنبي، وتحديدا من المدرسه الفرنسيه. اتمنى لو هتجيب مدرب من المدرسه الفرنسيه، مدرب كوتيفوار اعتقد كان مساعد هيرفي رينار، اسمه باتريس بوميل اللي كان ماسك كوتيفوار، اللي كسب المنتخب كوتيفوار، اللي كسب المنتخب الجزائري في كاس الامم الافريقيه الاخيره. فامير ميال للمدرسه الفرنسيه، هنشوف الدنيا الفتره اللي جايه هتمشي ازاي. خلينا مع امير مرتضى منصور، وعاوز اقول لك ان امير بيجهز دلوقتي، بدا يتكلم مع فريرة ان لعيبه الزمالك واخده 3 ايام راحه، وهم وصلوا واخدين 3 ايام راحه. بدأ امير يتكلم مع فريرة، هيبدأ يتكلم معاه بعد العودة من الاجازة، في اخلاء الطرف، عارف انت اخلاء الطرف، في فك الارتباط، في رحيل فريرة. هيتكلم امير مع فريرة في اكتر من بند. البند الاولاني، طب ما تخفض الشرط الجزائي بتاعك مثلا، خفض الشرط الجزائي بتاعك مثلا، ليه شرط جزائي وليه شهرين، طب اديك الشرط الجزائي وتتنازل عن الشهرين. هيبقى في تفاوض على رحيل فرير، هيبقى في تفاوض على رحيل فرير.
والحاجه التانية اللي امير بعد ما يوصل لنقطه اتفاق على رحيل فريرا والفلوس اللي فريرا هياخدها، هيبدا امير يتكلم مع فريرا على جدوله الفلوس. طب تاخدهم على مرتين ثلاثه، طب نقسطهم، طب نعمل. هيبدا امير يتكلم مع فريرا، والدولارات الزمالك موجوده من فلوس امام عاشور، يعني الزمالك خلاص عنده الدولارات اللي يقدر يمشي بيها فريرا ويديله المستحقات بتاعته من الفلوس بتاعت بيع امام عاشور. ماشي ماشي. طيب ده دولارات فريرا. تعالوا نروح لدولارات كهربا. كهربا خلاص بيفنش الفلوس بتاعته وبدا يجهز الفلوس بتاعته، لان كهربا هيدفع الفلوس بتاعته على اخر الشهر ده، في اواخر مارس اوائل ابريل، لان اخر موعد لسداد غرامه كهربا يوم 8 ابريل. فالكهربا هيدفع على اول ابريل على بال ما الفلوس تسمع، وعلى بال ما يبعت للفيفا ويقول لهم اللي انا دفعت، والزمالك لسه هيبعت للفيفا يقول ايوه انا استلمت فلوسي، انا استلمت فلوسي، وممكن اللعيب ترفعه من عنه يعني الايقاف والقضيه تكون انتهت. فكهربا بدا يجهز فلوس الزمالك عشان يدفع اخر الشهر. ولكن كهربا بدا يتكلم مع اداره الاهلي، وفي جلسه يعني هيعقدها كهربا مع مسؤولين الاهلي الساعات اللي جايه دي، عشان يقدر مسؤولين الاهلي يوفروا له دولارات. يقدر مسؤولين الاهلي يوفروا له دولارات، لان كهربا لو اشترى دولارات من السوق السوداء، انت بتتكلم في الدولار ممكن يوصل 37 جنيه 35 جنيه، السعر غير السعر بتاع البنك. فاعتقد ان كهربا الاهلي بعلاقاته ممكن يكون الاهلي عنده دولارات يوفرها لكهربا وتتخصم من مستحقاته. هتتعمل اي حركة عشان الاهلي يوفر لكهربا الدولارات بتاعته، لان الغرامة هتدفع في حساب نادي الزمالك بالعملة الصعبة، بالدولار وليس بالمصري. بالدولار وليس بالمصري. ده كهربا وموضوع الدولارات بتاعته. عاوز اخش لك في اخطر موضوع عندي، وهو رحيل ثنائي الزمالك. عاوز اقول لك ان في وكيل، مش هقول على اسمه دلوقتي، بيسعى لحرمان الزمالك وزيادة اوجاع جمهور الزمالك من اهم 2 لعيبة عنده، وبدأ يلعب في دماغهم على الاحتراف نهاية الموسم، وهم فاضل لهم اصلا يعني في لعيب منهم مش عارف جدد ولا لا، وفي لعيب عقده هينتهي السنه الجايه يعني في يناير القادم يوقع لاي نادي فري، والوكيل ده بيستغل القصه دي عشان يضغط على الزمالك، يقول لك بدل ما اللعيب يرحل فري بيعه واستفيد بيه. مش هقول على الوكيل دلوقتي لانه وكيل مش سوي وعدو الجمهور الزمالك الوكيل ده، ولكن هقول لك على الاثنين لعيبه، وهم حسام عبد المجيد واحمد ابو الفتوح. حسام عبد المجيد واحمد ابو الفتوح، الموضوع ده انا كنت عارفه من اسبوع. الموضوع ده انا كنت عارفه من اسبوع بالظبط، ووعدت الناس اللي بتسمعني كل يوم، قلت لهم مش هقول لكم على الاثنين لعيبه دول غير بعد ماتش بلوزداد. وبالفعل خلاص ماتش بلوزداد خلص وخرجنا. فعاوز اقول لك ان هذا الوكيل بيحرجم على احمد فتوح وحسام عبد المجيد، عاوز يخرجهم زي ما طفش امام عاشور واكتر من لاعب غيره فاتمنى امير مرتضى منصور يرجع امير مرتضى منصور اللي احنا عارفينه، ويسيبه من حاله التوهان اللي هو فيها، ويركز مع الزمالك، ويحاول يخلص محمد صبحي، ويراضي حسام عبد المجيد يعدل عقده، ويجدد تعاقد احمد ابو الفتوح الباك الشمال الوحيد اللي في مصر، باك شمال منتخب مصر الاساسي، تخيل. فاتمنى امير مرتضى يعمل كده، ده لو امير يعني ما اختارش ان هو يرحل واختار ان هو يكون موجود في نادي الزمالك.